والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فها نحن أيها الأحباب نعاود اللقاء حول هذا المجلس الذي جعله ربي سبحانه وتعالى بركة وإسنادا إلى إمام مذهبنا في الفقه المالكي، والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإن السبب الموصول بيننا وبين إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى إنما هو موطأ الإمام مالك، هذا الموطأ الكتاب الجامع لآراء كثيرة لإمام المذهب في الفقه، والجامع للأحاديث النبوية المحمدية بالسند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحق أيها الأحباب أن جعلنا مجلسنا هذا كما هو في شريف علمكم على قسمين، قسم نقرأ فيه الموطأ ونعلق ونتعلم، وقسم آخر نقرأ فيه كتابا جامعا لآراء الفقه لآراء المذهب المالكي في الفقه، ونتدرج في قراءة كتب المذهب. وبدأنا بمتن الإمام الأخضر، بمتن الإمام الأخضر. أي الآن أيها الأحباب قد قرأنا في موطأ مالك في مجالسنا الماضية حتى وصلنا عند قوله باب ما لا يجب منه الوضوء. ولكن قبل أن أشرع في قراءتي أريد أن أقول لحضراتكم كأن مالكا رضي الله عنه قصد بقوله باب ما لا يجب منه الوضوء، قصد الوضوء اللغوي والوضوء الشرعي، كأن هناك نوعين من الوضوء، وضوء يسمى وضوءا لغويا ووضوء آخر يسمى الوضوء الشرعي. فما الوضوء اللغوي؟ الوضوء اللغوي يعني أن يغسل الإنسان يده، أن يغسل الإنسان وجهه، أن يغسل الإنسان ذراعيه، هذا يسمى الوضوء اللغوي، ليس وضوءا شرعيا. أما الوضوء الشرعي فهو الوضوء الذي له أركان وسنن وله ماذا؟ وله فضائل وله نواقض، لكن الوضوء اللغوي هذا لا نواقض له ولا شروط ولا أركان ولا واجبات. فالإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال الإمام الزرقاني وهو يشرح الموطأ كأنه أراد بهذا الباب الوضوء أراد بالوضوء ما هو أعم من الشرع، إنما هو أراد الوضوء اللغوي بدليل الحديث الأول في الباب. ما الحديث الأول؟ تعالوا لنقول، أقول وبالإسناد إلى مولانا الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه إلى أن قال وحدثني يحيى. أنا الآن أريد أن تذكرونني من الذي يقول حدثني يحيى؟ عبيد الله بن يحيى ابنه، ويحيى هو من؟ يحيى ابن يحيى المصمودي الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عاقل الأندلس. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. طبعا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرون بالجنة، عبد الرحمن بن عوف هذا أشهر من أن نتكلم عنه. إبراهيم هذا ولده، كانت عنده جارية، والجارية إذا كانت جارية وولدت من سيدها تسمى في عرف الفقهاء تسمى ماذا؟ تسمى أم ولد. فأم الولد عبدة قن ولا عبدة فيها شائبة حرية؟ فإذا لا تعامل معاملة القن، لا تعامل معاملة العبد الخالص، إنما تسمى أم أم ولد. يقول أم ولد لإبراهيم، إبراهيم ابن من؟ إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. هذه أم الولد أنها سألت أم سلمة، هذا يعني أنها من التابعيات ولا من الصحابيات؟ من التابعيات. حتى إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف هذا ليس من الصحابة، إنما هو من الإيه؟ من التابعين، أدرك والده وروى عنه وأدرك جملة من الصحابة، لكنه لم يدرك رسول الله. فهذا التابعي إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف كانت عنده أمة وكان يستمتع بها فحملت منه فولدت فسميت أمة. جاءت هذه إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال فجاءت سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي، وهذا هو الأفضل وهذا هو السنة وهذا هو العلم أن تطيل ذيلها. تطيل ذيلها يعني ماذا يا شباب؟
يعني تلبس الجلباب السابغ الذي قد يصل زيله إلى الأرض إلى التراب، فيأخذ معه من تراب الطريق، يأخذ معه من تراب الطريق، يعني تحتشم احتشاما كاملا. قالت إني امرأة أطيل زيلي وأمشي في المكان القذر، ساعات تمشي في الشارع لا تدري زيل ثوبها أخذ معها من نجس الأرض من قذر الأرض ولا لا تدري. صحيح؟ طيب ما بال هذا والوضوء؟ هذا لا علاقة له بالوضوء، إنما هذا يشير إلى الوضوء اللغوي ولا الوضوء الشرعي؟ إذن لأجل هذا قال الشراح إنما أراد مالك رضي الله عنه بهذا الباب ما هو أعم من الوضوء الإيه؟ من الوضوء الشرعي. قالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله. إذن هذه أم الولد أدركت رسول الله ولا لم تدركه؟ لم تدرك رسول الله، لكنها تروي عن أم سلمة التي تروي عن رسول الله. إذن هؤلاء من التابعين، إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وأمته التي هي أم ولد، كلهم من الإيه؟ من التابعين. قالت أم سلمة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، إذا مشت في الشارع وزيل ثوبها أخذ شيئا من القذر، فإنها تمشي في الشارع وهي ماشية تمر على تراب طاهر، فالتراب الطاهر يطهر من ثوبها الذي أصابه من البدء من النجس. هذا يعني يا شباب الوضوء الذي له أركان وشروط، ولا هذا يعني الوضوء بمعنى الطهارة أعم من الوضوء الشرعي؟ تفهمونني ماذا أراد أن يفعل سيدنا الإمام مالك؟ وبه إليه قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلس. ربيعة ابن عبد الرحمن هذا يا شباب هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، والذي تربى عنده مالك سنين، والذي قالت له أمه اذهب إلى ربيعة ابن عبد الرحمن فتعلم من أدبه قبل علمه. هذا ربيعة ابن عبد الرحمن، طبعا لأن مالكا لزمه، وأقول لكم شيئا في غاية الوضوح، لا يتعلم طالب العلم العلم إلا إن لزم شيخا، ها؟ إلا إن لزمه سنين، لا أقول لزمه مجلس ولا مجلسين ولا 20 مجلسا، لا بد وأن يلزمه ماذا؟ سنين يراه يعني مربيا لروحه وعقله وقلبه. أهب مالك بن أنس كان يلزم ربيعة الرأي هذا، فقال مالك تعلمت منه فقه الرأي. كان الإمام مالك يقول عن ربيعة تعلمت منه فقه الإيه؟ فقه الرأي. قال كان أن مالكا رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. هذه الرواية حديث متصل إلى رسول الله، ولا هذا فعل ربيعة بن عبد الرحمن؟ ومن الذي رأى ربيعة يفعله؟ وهل ربيعة يفعله عن علم أم عن غير علم؟ يجب أن يكون قد فعله عن علم، صحيح؟ ولكن مفتاح فهم هذه الرواية أن نفهم ما معنى يقلس، صحيح؟ هذا يقلس كالقلس يا شباب قريب من القيء ولكنه ليس قيئا. القلس يشعر الإنسان أن شيئا من معدته سيخرج ثم لا يخرج، فهذا اسمه ماذا؟ قلس. فهذا القلس ناقض للوضوء، ليس ناقضا للوضوء. لذلك كان ربيع بن عبد الرحمن يقلس مرة واحدة مرارا، الظاهر أنه كان متغدي حلو ولا حاجة ولا واكل فرخة ولا بتاع، جايز يعني الأمور لا تسلب، صحيح؟ يقلس مرارا وهو في المسجد فلا إيه؟ فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي، يعني لأنه ليس ناقدا من نواقض الإيه؟ الوضوء. فهل الموطأ كله روايات بأسانيد إلى رسول الله، أم أنه مليء أيضا بالفقه وأقوال مالك وأقوال شيوخه وأفعال شيوخه؟ هذا الموطأ ليس روايات كما نسرد ابن ماجه ونسرد السنن الترمذي ونسرد البخاري ونسرد مسلم، لا. قال يحيى سئل مالك، هذه من الإيش؟ المسائل يا شيخ مكان، تذكر هذا ولا تنسى. سئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء؟ توقعوا إجابة مالك الذي رأى شيخه يقلس كم مرة؟ مرارا في المسجد ولا يتوضأ. إذن ماذا ستكون إجابة مالك وقد رأى شيخه يفعل هذا؟ ها؟ فقال ليس عليه وضوء، وليمضمد من ذلك وليغسل فمه. يمضمد وليغسل فمه وجوبا؟ لا، ليس وجوبا، إنما الوضوء انتقد ولا لم ينتقد؟ لم ينتقد، أحسنتم. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، انتبه، مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه السلسلة الإيه؟ الذهبية، الله يكرمكم. قال
أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. هل هذا حديث متصل إلى رسول الله ولا هو من فعل الصحابي؟ فإن كان من فعل الصحابي فماذا نسميه في مصطلح الحديث؟ موقوف على الصحابي. فما هذا الفعل الذي فعله عبد الله بن عمر؟ ماذا فعل؟ حنط ابنا لسعيد بن زيد. ما معنى حنط؟ الحنوط يا مشايخ معناه كفنه وعطره بالحنوط وحمله جنازة. حنطه يعني كفنه، كفنه ابنا لسعيد بن زيد. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب، ابن من أبنائها مات، ابن من أبنائه مات، فحنطه عبد الله بن عمر. حنطه يعني إيش؟ ها؟ كفنه ثم حمله ثم دخل المسجد فصلى ولم إيه؟ ولم يتوضأ. إذن تكفين الميت وحمله ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. قال يحيى وسئل مالك ما دام مالكا رأى، لا لم يرى. هل مالك رأى عبد الله بن عمر فعل أم نافع هو الذي رأى؟ نافع هو الذي رأى، صحيح. وحكى نافع لمن؟ لمالك، صحيح. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ الآن هذا القيء ولا القلس؟ القيء أبلغ من القلس، واضح هذا؟ قال هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. قال باب ترك الوضوء مما مسته النار. وهنا يا مشايخ مسألة عظيمة في الفقه اسمها النسخ. اسمها ماذا؟ النسخ. فالقديم أو فالجديد ينسخ الايه؟ القديم عند التعارض. عند ماذا؟ إذا تعارضا نصين صحيحين فلا بد وأن نوفق بينهما. فإن عجزنا عن التوفيق بينهما ماذا نفعل؟ فإن عجزنا عن التوفيق بينهما نرجح، فإذا عجزنا عن الترجيح بينهما ننظر أيهما أقدم وأيهما أحدث. فإننا بعد عجزنا عن التوفيق والترجيح وجدنا نصا أحدث من أخيه فالحديث ماذا فعل؟ نسخ القديم. نسخ الايه؟ القديم. وقد كان في بداية الإسلام توضؤوا مما مست النار. توضؤوا مما مست النار، أي طعام تطعمه تأكله وقد مسته النار، يعني استوى وطبخ. أي طعام استوى وطبخ تأكله وأنت متوضئ يكون وضوءك قد إيه؟ قد انتقض. وقد سألت المشايخ والشراح وبعض الكتب فقالوا لأن العرب ما كانت عادتهم النظافة، فكان في بداية الإسلام أراد الدين أن يعلم العرب النظافة، فكلما طعمت توضأ ولا تصلي إلا بعد إيه؟ ثم نسخ هذا الحكم فترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. فأكل كتف شاة عند ضباع. ضباع مين؟ ضباع بنت الزبير زوجة مين؟ المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود. بنت مين؟ بنت الزبير. بنت عم مين؟ بنت عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأكل عندها كتف شاة. هل كتف الشاة يا شيخ إسماعيل تستوي بالنار ولا من غير نار؟ ها عندكم في السودان تأكلونها نية؟ لا إله إلا الله، استغفر الله، ده أنتم تأكلون الزلط يا رجل، لا تأكلونها نية، لابد أن تمس الإيه؟ تمس النار. إذن أكلها ولم يتوضأ وصلى. إذن هذا معناه أنه ترك الحكم الأول الذي هو توضأ مما مست الإيه؟ مما مست النار. فهمتم؟ طيب تعالوا لنقرأ ماذا يقول. وبه إليه قال حدثنا شوف يا أخي أنا يعني الشيخ الإمام الزرقاني في الشرح يقول قال المهلب كانوا في الجاهلية قد ألفوا قلة التنظيف، معفنين، قد ألفوا قلة الإيه؟ التنظيف. فأمروا بالوضوء مما مست النار. ولما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت يعني انتشرت وشاعت، نسخ الوضوء تيسيرا على مين؟ على المسلمين. وقال الإمام النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على ألا وضوء مما مست النار إلا لحوم الإبل. فقال الإمام أحمد بالوضوء منه لشدة زهومته، واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعي. يعني الآن أن الوضوء مما مست النار نسخ ولا باق على أصله؟ نسخ. هذا ما دام نسخ
وأجمعوا على ترك الوضوء مما مست النار إلا لحوم الإيه؟ الإبل. فمن أكل لحم جزور فليتوضأ. ما زال الإمام أحمد يفتي بها، وجماهير الشافعية يفتون بأن الإنسان إذا كان متوضئا فأكل لحم جزور وأراد أن يصلي عليه أن يعيد الإيه؟ علي بن يدل. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. أكل كتف شاة في بيت من؟ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عمه. وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله. فسويد بن النعمان هذا ماذا؟ صحابي رضي الله عنه، شهد أحدا وما بعدها، ما روى عنه سوى بشير. نعم، يعني ليست له في الرواية كثير. واستشهد يوم القادسية، استشهد يوم الإيه؟ اسمه من هذا؟ سويد ابن النعمان، أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. عام خيبر أي يعني في الغزوة التي غزاها رسول الله خيبر اليهود، حتى إذا كانوا بالصهباء. الصهباء يا شباب موضع بين خيبر والمدينة، موضع الصهباء ماذا؟ موضع. حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر، من أقرب المواضع إلى خيبر، نزل رسول الله، قل اللهم صل عليه يا رجل، صلى الله عليه وسلم، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، كان متوضئا أهو، فصلى لك العصر، ثم دعا بالأزواد، ثم دعا بالأزواد. الأزواد يعني الزاد، أحسنت، الزاد الذي مع الجيش أو مع الجند يريد أن يتغدوا، هذا بعد العصر يريد أن إيش؟ يتغدى. فثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق. ما السويق هذا يا رجال الله؟ ها؟ أيوة، خبز جاف وعليه بعض الماء، ليس اللبن، لم يكن هناك لبن. فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري، يعني فت، يعني دشدشه كده. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. هل السويق هذا استوى بعد أن مسته النار ولا لم تمسه النار؟ ها؟ بعد أن مسته النار. فإذا هل أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولا لم يعد؟ لماذا لم يعد الوضوء عليه الصلاة والسلام؟ لأن الحكم الذي كان في بداية الإسلام توضأ مما مست النار، ماذا حدث لهذا الحكم؟ نسخ. السويق يا مشايخ وصفه الأعرابي فقال: السويق هو عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. السويق هو إيش؟ عدة المسافر، عدة المسافر وطعام العجلان. عجلان يعني مستعجل، هذا لن يأكل الطعام يعني فيه كلفة ما دام مستعجل. وعدة العجلان وعدة المسافر وطعام العجلان وبلغة الإيه؟ وبلغة المريض، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن انتبهوا أيضا، هذه الرواية يمكن أن نستنبط منها شيئا آخر غير أنه قد نسخ الوضوء مما مست النار. ماذا يمكن أن نستنبط منها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الصهباء نزل فصلى ماذا؟ العصر. الرواية تقول هكذا صحيح؟ طيب، لما صلى العصر دعا بالأزواد، فاجتمعت الأزواد واجتمع الجيش وأكلوا، ثم قام إلى صلاة المغرب مضمض فمه ولم يتوضأ، صحيح؟ ألا يجوز أن نستنبط من هذا جواز صلاتين بوضوء واحد؟ ها، صلى العصر وصلى الإيش؟ المغرب، مع بكم وضوء؟ أيوة، بوضوء واحد، صحيح؟ وألا نستنبط من هذا جواز تدخل القائد في عسكره ليعرف أزوادهم وأطعامهم وما الذي ينقصهم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ وهذا الحديث في البخاري ومسلم، في البخاري، وقد أورده البخاري في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء. أقول وبه إليه قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبد الله بن الهدير أنه تعشى
مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا كان يفعل؟ كان يفعل فعل النبي، يتوضأ مما مست النار ولا لا يتوضأ مما مست النار؟ فاستقر الحكم على هذا إذن، والكلام شديد الوضوح. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم إيه؟ ولم يتوضأ. أكل خبزا وإيش يا شيخ؟ اللحم هذا يستوي إلا إن مسته النار؟ أنا عرفت أنكم في نيجيريا تأكلون اللحم دون أن يدخل النار، لا تأكلونه؟ ليه صحيح؟ لماذا صحيح؟ لا يجوز طبعا، إنما أكل لحما وخبزا. أنا أريد أن أخبركم بشيء، هذه الرواية من رواية من عن عثمان؟ أبان. من أبان هذا؟ ابنه، ابن عثمان بن عفان. أبان هذا كان في الجيش الذي فتح البهنسة عندنا في المنيا في مصر، وقبر أبان بن عثمان معروف في البهنسة حتى الآن، ابن عثمان بن عفان وهو من التابعين، وقد زرناه بفضل الله تعالى، موجود في بهنسة. ها؟ نعمل سويا إن شاء الله برحلة إلى البهنسة، نزور البهنسة وأهل البهنسة. وفي البهنسة هناك رجال ممن حضروا بدرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نشطتم نعمل سويا رحلة إلى البهنسة لنرى قبر أبان بن عثمان إن شاء الله. وبإلي قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه. أين الشيخ مكان؟ أيوة، هذا البلاغ رقم كم يا شيخ بلاغ؟ أكتب هذا وسأطلبه منك في آخر هذه المجالس. هذا المكان رقم كم؟ البلاغات، البلاغات. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان لا يتوضآن مما مست النار. خلاص الصحابة صاروا يفعلون هذا الأمر. وبإلي قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. إذن الصحابة كلهم صاروا إيش؟ يتوضؤون مما مست النار ولا لا يتوضؤون؟ وبه لي قال: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم. هذا الصديق الأكبر. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر رضي الله عنه عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم. لكن محمد بن المنكدر هذا من التابعين ليس من الصحابة، لكن يقول محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه. فكيف محمد بن المنكدر يروي عن رسول الله؟ توافقون؟ لا، فهذا حديث مرسل ليس مقطوع. ليه؟ قل لي لماذا ليس مقطوع؟ ليه؟ لأننا تأكدنا أن محمد بن المنكدر يروي عن جابر بن عبد الله، وأن هذه الرواية جاءت موصولة من محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله. ودعوني أحكي لكم هذه الحكاية اللطيفة. هنا في موطأ مالك يا شباب كثير من الأحاديث المرسلة والإيه والمنقطعة. جاء مولانا الخطيب البغدادي بعد الإمام مالك. الخطيب البغدادي جاء بعد مين؟ بعد مالك. هذا مالك كان في القرن الثاني صحيح؟ بعده كان الخطيب البغدادي، فجاء بكل الأحاديث غير الموصولة في الموطأ فوصلها جميعا، فوصلها إلا أربعة أحاديث، إلا أربعة أحاديث. المالكية فرحوا جدا بأن كل ما في الموطأ الآن أصبح إيش؟ موصولا. إلا إيش؟ فرحوا لأن المئة حديث وصلت، مئة وزيادة وصلت، إلا كم حديث؟ أربعة. فحزنوا لأن الأربعة لم إيه؟ لم توصل صحيح؟ فبعد سنين طويلة طويلة قرون سمع المالكية شرقا وغربا أنه قد جاء إمام في علوم الحديث اسمه مولانا ابن الصلاح الشهرزوري. ابن الصلاح
فوصل الأربعة التي عجز الخطيب البغدادي عن وصلها. من الذي وصلها؟ ابن الصلاح. ففرح المالكية جدا وقالوا الله، إذن صارت الأحاديث الأربعة أيضا إيه؟ موصول. لكن العلماء قالوا سبحان الله، وهل يقدر ابن الصلاح أن يفعل فعلا عجز عنه الخطيب البغدادي؟ هذا كلام يعني غير مستساغ. غاية أمر ابن الصلاح الشهرزوري هذا رحمه الله، إمام هو في الفقه الشافعي، فقيه شافعي، وما عدته في علوم الحديث، نعم هو كتب أو أملى المقدمة، لكن كيف يعني يأتي بشيء لم يأتي به من؟ لم يأتي صعب، لم يفعله الخطيب البغدادي، صعب يا شيخ مكان، صعب. إلا أننا قلنا طيب ائتونا بالجزء الذي كتبه ابن الصلاح الشهرزوري أوصل فيه الحديث الأربعة، ففتشوا عنه يمنة ويسرة فلم يجدوه، مفقود. إيش؟ مفقود. أين الجزء الذي وصل ابن الصلاح فيه الأربعة أحاديث في الموطأ؟ مفقود. ثم عُصر عليه أخيرا بعد ابن الصلاح بسنين، فما وجدوه وصل الأحاديث الأربعة أبدا، وإنما وجدوه أتى لها بشواهد ومتابعات. أتى لها بشواهد وإيه؟ فإذا أتى لها بشواهد ومتابعات هذا يجعلها ترتقي إلى الحسن لغيره ولا لا؟ يرتقي. فكل ما في الموطأ مقبول. ترجع بها إلى نيجيريا، تعض أي إنسان يقول لك كلمة واحدة في الموطأ. رضي الله عن إمامنا إمام دار الهجرة، اللهم آمين. واضح يا مشايخ؟ إذن محمد بن المنكدر هذا يروي عن من؟ عن جابر، عن جابر رضي الله عنه، أن امرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كما في الطريق الموصولة، يعني دعي إلى طعام في الطريق الموصولة، دعت امرأة رسول الله من الأنصار إلى إيه؟ إلى طعام، ذبحت له شاة، كمان ذبحت له إيه؟ شاة صلى الله عليه وسلم، فأكل ثم قام وتوضأ وصلى، ثم جيء له ببقايا الطعام بعد أن تصلى، فأكل مرة أخرى ثم صلى ولم إيه؟ ولم يصلى. لماذا أكل مرتين؟ ها؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قل ما كان يجد اللحم، لا يجد اللحم إلا غبا، يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيتنا نار صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد من الأنصار، اسمه يا مشايخ عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل، وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم إيه ولم يتوضأ. أنت بتعمل كده ليه؟ أعراقية؟ أعراقية أي بالعراق استفدت هذا العلم وأنت من أهل المدينة. أعراقية من أين جئت بها؟ بالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس ليتني لم إيه؟ لم أفعل. خلاص يا جماعة أنا سأرجع إلى عمل أهل الإيه؟ المدينة، أن الإنسان يتوضأ مما مسته النار ولا لا؟ ها؟ لا يتوضأ. وبه إليه قال باب جامع الوضوء، باب جامع الإيه؟ وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. مين هشام بن عروة؟ ابن عروة ابن الزبير، ابن عروة ابن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. الاستطابة هي ماذا يا مشايخ؟ الاستجمار. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غير محجلة في خير دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله
قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم عن الحوض فلا يزاداني رجال من حوض عن حوضي كما فلا يزاداني رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. هذا الحديث يا جماعة يعني عظيم ومخوف إلى أقصى درجة، وأنا والله متعجب، ألا تعرض أعمالنا على رسول الله؟ صحيح؟ ألم يثبت أن أعمال الأمة معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت ولا لم يثبت؟ ثبت. فكيف يقول يوم القيامة الملائكة للنبي فإنك لا تدري ما أحدث بعدك؟ كيف وأعمالنا طوال العمر معروضة عليه؟ إذن يدري ولا لا يدري؟ ها؟ هي مسألة كبيرة، مسألة كبيرة، وأنا لن أقف عندها حتى لا نضيع الوقت. كيف؟ اسمع يا سيدي. قال نعم، كيف يتمنى رؤيتهم؟ يقول وددنا لو رأينا إخواننا، كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضا هو من تمنى ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخره. وأجيب بأن الرؤية بمعنى الإيه؟ بمعنى العلم، وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثل له، كما مثلت له الجنة في عرض الحق. كيف يقول وددنا لو رأينا إخواننا؟ كيف يراهم؟ كيف يتمنى أن يراهم وهو يعلم أنه لن يمتد به العمر ليراهم؟ يقول هنا تمنى الرؤية بمعنى تمنى الإيه؟ تمنى العلم، أو تمنى أن يعرضوا له على الجدار كما عرضت عليه مين؟ الجنة والنار. وأن هذا من رؤية الكون وزوي الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له. وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله، وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية، فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف، فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم، وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المسقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق. كيف يتمنى رؤيتنا وهو يعلم أن هذا مستحيل؟ لا، على غيره مستحيل، عليه هو غير مستحيل، لأن علم الأنبياء من علم من؟ وعلم الله مقيد بزمان ومكان؟ لا مقيدا لا بزمان ولا إيه؟ ولا بمكان. طيب، على العموم سحقا لمن بدل وإيه؟ وغير. وأبي إليه قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. هذا من فضل الوضوء ومن مكانته. الإنسان كلما توضأ كلما غفرت إيه؟ غفرت ذنوبه. نعم. قال وبه إليه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله. نعم. لا يوجد. قال يحيى. ماذا قال يحيى رضي الله عنه؟ قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الذاكرين. وبه إليه قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه
وإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يده حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. يا سلام، شيء عجيب والله. فإذا توضأ الإنسان بهذا الفهم وبهذا الإحساس كأنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلا الكبائر. إلا ماذا؟ فكل ذنب صغير إذا توضأ العبد ينتهي، سبحان الله. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا عن آخرهم. اللهم صل عليه. يقول القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا، هي لسيدنا محمد فقط، لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا، حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه. ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجر معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والإيه والدم، صحيح؟ وقال شاعرهم: يا مولانا ولعلكم تحفظون هذين البيتين، فهما من أروق ما من الممكن أن تحفظ يا شيخ إسماعيل. وقال شاعرهم: خير المياه ماء النبع من بين أصابع النبي المتبع. خير المياه ماء النبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. نيل إيه؟ مصر. مصر والسودان وأثيوبيا هداها الله. أيوة. أقول مرة أخرى: كم تدفع؟ ولا تدفع شيء أنت ولا فقط. قل كأنني أعمل عنده وأنا أعمل عندك، ليست مشكلة، أنا أوافق على أن أعمل. خير المياه ماء النبع من بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. نيل مصر مش نيل أندونيسيا، لا نيل مصر. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كسرة الخطى. نعم. ونعيم بن عبد الله المدني المجمر، ما معنى المجمر؟ المجمر هذا الذي كان يضع البخور، تعرفون البخور؟ أي طلبت منكم أن تضعوا البخور في المجلس ولكن كلكم بخيل. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء.
وابي إليه قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. ليش؟ وهل هناك فارق بين شرب وولغ؟ هناك رواية تقول إذا ولغ الكلب، صح؟ هنا يقول إذا شرب. فما الفارق بين الولوغ والشرب؟ أيوة، الولوغ أن يضع الكلب لسانه في الماء، هذا معناه ولغ فيجري ريقه مع الماء، لكن شرب ليس معناه وضع لسانه في الماء. طيب لماذا يغسل 7 مرات؟ للنجس ولا للقذر؟ الجمهور على أنه نجس، صحيح؟ والمالكية على أنه للقذر وليس للنجس، ورأي المالكية أرجح. والله العظيم ليس تعصبا ولكنه أرجح. الله أكبر. وبه إليه قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، ما معنى استقيموا ولن تحصوا؟ الشيخ الزرقاني يقول أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم، ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى، فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية، فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال، وبين جد وفتور، كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به، لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه. ومن شواهد هذا الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ونعما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فاستقيموا، هذه من يستطيعها طوال العمر وطوال الوقت يا شباب؟ هل يستطيعها أحد؟ لا، لكن أنت بين شد وجز، بين شد وجز. واستعن بمن؟ واستعن بالله سبحانه وتعالى. قال باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. وابي إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، فهل يفعل هذا نافع ابن عمر من عند نفسه ولا فعله لما رأى النبي فعله؟ صحيح، يعني لا يكون هذا من عند نفسه، إنما غالبا رأى هذا من فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، بأصبعيه، لأن بعض المذاهب إذا مسح رأسه ينزل بالماء المبلل من رأسه على أذنيه. أما المالكية لا، فعندنا من سنن الوضوء أن تجدد الماء للإيه، وهذا فعل ابن عمر وفعل أهل المدينة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عزاء للشافعي. ها؟ أيوة موجود أعرف. وابي إليه قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، أين شيخ مكان؟ هذا الخامس. أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا، حتى يمسح الشعر بالماء. فبعض الفقهاء قاسوا المسح على العمامة على المسح على الجورب، وهذا غير صحيح، إنما يمسح بجزء من شعره ثم يمسح على العمامة، لا بد وأن يمسح جزءا من شعره، لا بد. هكذا قال جابر بن عبد الله، وهكذا استقر في المذهب. وابي إليه قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. صحيح، ينزع الإيه ويمسح رأسه بالماء. وبه إليه قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير. أيوة، عشان لا أحد يقول كيف نافع يرى شعر زوجة سيده عبد الله بن عمر، كيف؟ لا، هو راح قال لك إيه، ونافع يومئذ صغير، يعني نافع كان عبدا لعبد الله بن عمر. تعرفون نافع عن هذا يا شباب؟ هذا كان يعني من الإماء، من العبيد كما تسمعون وتعرفون، إلا أنه كان ملازما لعبد الله بن عمر لزومه لظله. فدخل يوما عبد الله بن عمر عند عبد الله بن جعفر، عبد الله بن عمر عند عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر الطيار، الطيار. ولما دخل ابن عمر ومعه نافع، ولا ليس معه نافع؟ معه نافع. فلما رآه
عبد الله بن جعفر قال يا ابن عمر بعني نافعا، بعني نافعا أريد أن أشتريه منك. قال كم تدفع؟ قال 14,000. هذا مبلغ ضخم كبير. فقال ابن عمر حتى أستشير. حتى ماذا؟ يستشير من؟ ليش يستشير نافع؟ نافع هذا بضاعة، أنت إذا طلبت مني أن أشتري أبيع لك هذا الموبايل، أنا سأقول لك سأستشير الموبايل حتى أبيعه لك. بجم أنت. نافع هذا بضاعة، كيف يستشير البضاعة؟ لا، حتى يستشير من؟ زوجته. لا تستشيرون أهلكم في السودان؟ تتزوجون أربعة وخلاص، لازم تستشير يا رجل. ولكنه ما كان يستشير، ما قال حتى أستشير ليستشير امرأته، إنما كان نافعا يستشير ربه. فلما عاد من عند عبد الله بن جعفر قال يا نافع اشهد أنك حر لوجه الله، فأعتقه. فقالوا لنافع لما فعل ابن عمر، لما فعل، لما أعتقك؟ قال لأن ابن عمر كان يعمل بآية في كتاب الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، فلما أعطي في ما يحب من المال أنفقني لوجه الله. كان ابن عمر يمشي في السوق وبيده وفي جيبه قطع السكر يتصدق بها، كلما مشى يجد فقيرا يعطيه من قطع الايه السكر. يقولون له لما تفعل؟ يقول لأن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا وأنا أحب السكر، فكان يتصدق بماذا؟ بالسكر رضي الله عنه. يعني سادة يا جماعة، سادة رضي الله تعالى عنه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ، وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي، لا إيه؟ لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسه. وهذا حكم راسخ ثابت في المذهب، المسح على العمامة لا يجوز، المسح على الخمار لا يجوز. نسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. طيب أرى أن يمسح على رأسه مفهومة، فلماذا إن كان قد صلى أن يعيد الصلاة؟ أيوة، لأن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، فهو صلى بوضوء ناقص ركن، فلا بد وأن يأتي بهذا الركن ثم يعيد الإيه؟ ثم يعيد الصلاة. قال باب ما جاء في المسح على الخفين. وبه إليه قال حدثني عن مالك، بل قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. ما غزوة تبوك يا مشايخ؟ وهي آخر غزوة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يومئذ وعبد الرحمن بن عوف يأمهم وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن. إذن صلى رسول الله خلف من؟ وخلف من أيضا من الصحابة؟ وخلف من أيضا؟ only فقط أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف. وانظر لما فزع الصحابة كيف النبي يصلي مأموم، كيف؟ فلما وكان قد صلى ركعة، فالنبي أدرك الركعة الإيه؟ الثانية. فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي فجاء بالركعة التي فاتته صلى الله عليه وسلم، ثم لما رآهم فزعوا قال لهم إيش؟ أحسنتم.
أحسنوا إذ قدموا عبد الرحمن بن عوف ولا أحسنوا إذ صلوا الصلاة على أول وقتها؟ لا، بل أحسنوا إذ صلوا الصلاة على أول وقتها. نعم. وبيلي قال: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. عبد الله بن عمر رأى سعد بن أبي وقاص، أيهما أقدم صحبة من رسول الله؟ سعد أكبر سنا وأقدم صحبة، وهو من العشرة المبشرون بالجنة. فعبد الله بن عمر رآه يمسح على الخفين. طبعا تعرفون الخفان صحيح؟ ولها شروط، لها كام شرط؟ المسح على الخفين لها إيه شروط؟ أن تلبس على طهارة كاملة، وأن تكون مغطية موضع الفرض من الرجلين، وأن يمشى بها فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة. وماذا أيضا من شروطها؟ وأن لا تكون شافة جلد المسلم، وأن يمسح عليها يوما وليلة في الحضر، وأن يمسح عليها ثلاثة أيام في السفر. لكن انظروا هذه الرواية العجيبة، عبد الله بن عمر وجد سعد بن أبي وقاص يمسح على الخفين فأنكر عليه: لما تفعل هذا؟ هذا ليس في الدين. فقال له سعد: سل أباك، روح اسأل أبوك. من أبوه؟ عبد الله بن عمر. صحيح والله، عمر بن الخطاب. اسمع اسمع، قال: قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه. فقال له سعد: سل أباك. أهو سل إيه أباك، إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدنا من الإيه؟ من الغائط. في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: يا أبتي، وسأله عن فعل سعد بن أبي وقاص، فغضب عمر بن الخطاب وقال: يا عبد الله، إذا جاءك الحديث عن سعد فلا تسأل بعده أحدا. في البخاري، هذه الرواية في البخاري التي أقولها لكم في البخاري، قال: إذا جاءك الحديث عن سعد فلا إيه؟ فلا تسأل بعده أحدا. ولكن هذا يعني أن عبد الله بن عمر على سعة علمه وتبحره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم علم شيئا وغابت عنه، وهكذا كل الناس، لا يوجد أحد في الكون يعرف كل شيء. صحيح؟ ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو عاش ألف سنة. فخذ من كل علم ما يزين، وخذ من كل علم أحسنه. فهمتم؟ ما حوى العلم جميعا. عمر بن الخطاب نفسه فاتته أشياء، أبو بكر الصديق نفسه فاتته أشياء، ميراث الجدة. وعمر بن الخطاب فاته حديث الاستئذان، أظنكم تعرفون هذا الكلام، لما استأذن عليه أبو موسى الأشعري فاستأذن فلم يأذن له فرجع، فقال له: لما رجعت؟ قال: لأن النبي قال: من استأذن فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. قال: ويحك، النبي قال هذا؟ قال: نعم. قال: إيتيني عليه بشاهد عدل، فإن أتيتني عليه بشاهد قبلت، وإلا أوجعت ظهرك. فراح إلى الصحابة فأرسلوا معه أظن معاذ بن جبل أو أبي بن كعب، فشهدوا أن النبي قال. فقال عمر بن الخطاب: إيه يا ابن الخطاب، فاتك كثير كل هذا. ويقول: فأتني كثير، رضي الله عنه. يعني ما حوى العلم جميعا أحد، فلا تظنن أن شخصا من الأشخاص يعني يعلم العلم كله، وهذا لا يوجد، لم يخلقه الله، لم يخلقه الله أصلا. قال: سأل أباك. قال له إيش؟ إذا جاءك الحديث عن سعد فلا تسأل عنه أحدا. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وبليه قال: وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيس أنه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قبى فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فإيه؟ فصلى. إذن هذا يجزئه ولا لا يجزئه؟ أقصد المسح على الخفين يجزئ ولا لا يجزئ؟ ها؟
طيب وبه إليه قال وحدثني عن مالك هكذا؟ لا، قال يحيى وسئل مالك عن رجل إيه؟ توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال ها لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهور الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهور الوضوء فلا يمسح على الخفين. هذا من شروط المسح على الخفين، من شروط المسح على الخفين. قال وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، لأنه أنقص ركنا من أركان الوضوء وهو الغسل له الرجل. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. يا شباب، هل يجوز المسح على الخفين؟ الجواب نعم، بشرط ولا من غير شرط؟ ليس شرطا واحدا، بل إيه؟ وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى في الكتب التي نقرأها في الفقه. قال باب العمل في المسح على الخفين. الآن السؤال، كيف يمسح على خفين؟ نعم تفضل. الجورب فيه خلاف، والجورب هذا يطلق على الشراب الحديث الذي هو القطن ولا القطنيل التي يلبسها الناس الآن، ها؟ والتيسير والفتوى على الجواز، من باب التيسير مع وقوع الخلاف. كيف يمسح على الخفين أو على الجوربين؟ قال باب العمل في المسح على الخفين، ها؟ وبه إليه قال حدثني، مين اللي حدثه؟ يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونه. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه لو كان العلم ولو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخفين أولى من مسح ظاهرهما، لكننا نمسح الظاهر ولا نمسح الباطن؟ من أعلى. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، يعني الكيفية، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. كيف يعني؟ الآن هذه الرجل، هاتين اليدتين، اليدين، مالك يا شيخ؟ هاتين اليدين ها مبلولتين بالماء، هذه الرجل يضع يدا تحت رجله وأخرى فوق رجله ثم يمرر يديه إلى الكعبة، يمسح باليدين الرجل اليمنى ثم الرجل الايه اليسرى. قال باب من جاء ما جاء في الايه في الرعاف. وما الرعاف هذا يا رجال الله؟ وهذا الذي نعرف تفصيله في المجلس القادم ان شاء الله.